خطيرة جدا جدا، والكهربا كهربا كان مكمل حولة للفرد، وادي تسديدة حلوة ممكن جول، ولكن على طول تدخل وركل الجزاء، ركل الجزاء لمصلحة النادي الاهلي. بقول لحضراتكم ضغط قوي، ضغط مرعب من المارد الاحمر، وادي تسديدة بيطلعها على طول محمود حمدي، والمتابعة موجود. هنشوف داخل معلول، داخل معلول وجول، جول 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 جول. مطرت مطرت، واول الغيث هدف اصدقائي، واول اهداف خطيرة، ولكن شبيك لبيك ايمن، اول منطقة اتلعبت على القائم الاول، ودي راسية حلوة جول، راسية حلوة جول مروان. بقول لحضراتكم المقصة بيقترب رويدا رويدا، وفي الدقيقة 41 ومن كورة ثابتة ركنية رأسية مميزة جدا جدا، مروان العائد من دجلة إلى المقصة، وأدي كورة مرة تانية وهجمة، هل نشوف عرضية حلوة؟ أدي كورة وصار الأهلاوي، وكورة متسقطة، وأدي التعدية، وأدي فرصة كبيرة وجول جول جول. هدف هدف لمصلحة النادي الأهلي، هدف تاني في الدقيقة 64. ادي الكورة وادي التغطية والكهرباء لعلي معلول، رفع وشه، وادي عرضية وفرصة كبيرة وجول جول 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 جول. الثلاثية الثلاثية بعنوان عمرو السولية، تلات اهداف بتلات دقات ومساء الجمال والدلال، وعلى الاهلي دور